حمص حمص بابود، أحد أحياء حمص القديمة. هذا الحي الأثري والقديم والذي لم يرحمه الجيش الأسدي من تخريب ودمار وقصف في الليل وفي النهار. مرة أخرى بيوتنا الأسرية، هذه البيوت التي تمثل تراث حمص وتاريخ حمص وآثار حمص. حمص التي سميت بأم الحجارة السوداء كناية لحجارة منازلها القديمة السوداء. هو تعمد التدبير الممنهج لهذه الأحياء ولهذه المنازل. هاي البيوت طبعا كلها بيوت أسرية، كلها تاريخ أسرية. لحالة بحكي عن تاريخ، هاي طلع بحجارة السود مبين عليه. هذا اللي عم نسمع صوته هلا، هذا هاون كمان، هاون على أحياء باقي أحياء حمص. هذا الشيء هذا يعني شيء مستمر، يعني صار روتين حياتنا نسمع الصوت، يعني نبسط بصوته. إحنا هلا هاي البيوت بيوت أسرية وتمثل تراث لحمص. هذا تراث حمص. كأنه أنا شايف ما في بيت ببابهود بحمص القديم إلا ما مهدم بقذيفة أو تنتين أو. مستحيل تلاقي بيت ما نوافر قذيفة. الهدف من قصف هذه البيوت الأسرية، هل هو يريد أن يمحو هوية حمص الحقيقية؟ هذه الأحياء تمثل الوجه الأسري لمدينة حمص ولسكان الحمص الأصليين. أحياء بابهود، باب السباع، باب التركمان، الخالدية، بشكل عام حمص القديمة. هذه منازل أسرية هو لم يدع منزل منها إلا وقام بقصفه بمدفعيته المتواجدة على قلعة حمص الأسرية. حمص بابهود، حمص القديمة.